معي صالحة وفاطمة وسعيدة وبنضحك فاطمة ولكن ما شفتش النصيحة شقت لي كامل وش هذه كامل باقي من المرأة ما كاينش حولك وهي اللطمة كاملة بحال تبن تبن بحالي كل شيء على يا شوف ما تبارك الله كيمشي فيها وما غلطه مسكينه في حاله الفرن هي هذه هو تجمع العوال مشي جيب حرارك الشطاره جيب الثراب جيب اسهل اسهل الخبز اسهل تكسيبه من دير خبز عندي من البارح انت ناقشت مع راسك ياك بقى لك نجيب الخبز من السوق انت يا ماشي قلت مع راسك بغيت نحتاج لها العرايس ديالك. والله العرايس ديالي عاود يمشوا احنا عندنا. سعوا المشاهدين في كاف العرايس ديالها بقى انا نجيب لك الخبز من السوق. يا كبا. ها؟ اجي لها. اجي لها. ودابا هي قاد الفرن ماشي قاد علينا. قاد العرايس ديالها. قاد العرايس ديالها. اه. رياضة بها. اما داك كاسر ديالها اللي جا شافها من السوق. انا شعلت لك رياضة بالعرايس عندي. فيها ما فيها شيء تبرجي غير بنت فكاش واحد هذا هذا عشوائيه ولا كيف لا لا بلاتي انا نقول لك هذه هي 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 عبد الزين ناخذ شي لا الواقي لا كرم باش ماذا ماذا شي خلطي لا باش ما يعني حتى صحاح مزيان هاد الميلاوه هاد الميلاوه قالك في عيد ميلاوه هما ماشي ميلاوه هما كيف حبه برد هما ببرد احسبوا ان لا انتم ملحيين 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 يا ملحلوين يا اما اصلا سبعي سبعي هما حسبين على ملح شرقيين غربيين ماشي غير لا شرقيين ماشي شرقيين ملحة ست ملحة ست ملحة ما فيها لا غربية ولا شرقية فيها لا غربية ولا شرقية انتم ما شرقيين احنا غربيين انتم غربيين غربيين انتم شرقيين وحنا انا دابا نجي ماشي من الاجرق لا وحنا ماشي على ملحة لا حدا شمه ثلاثه الشرقيه الحد من الساحل الغربيه الحي العوره هذا من الملحيه من الملحه الشرقيه الغربيه الملحي ها انتم دابا ها هي التسالات ما شاء الله شوفوا تبارك الله كيف جات من الثمن داخل كامله يا اخي 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 اهلا اهلا صافي دعش عليك على النار راه صافي هات له دابا ان شاء الله من بعد ما تغدينا غنشارك معكم دابا المغرب عندي هنا جوج زلايف ديال السميده وزلافه ديال الطحين ها تبارك الله دابا عاد بيجيو الحومه عندنا شويه ديال الملحه ثم تبارك الله شو شحال صافي هاد الملحة الله على واحد ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ماء سخون وغنخلط ما نعمل له لا فاني لا خميرة ديال الحلوى لا حتى شي حاجة غير الخميرة ديال الخبز صافي اللي بغى يعدل السكر يعدلو انا نعدل واحد شوية ديال السكر
وبداتي نخلط بعدا ونخلطو مزيان. هاتي انا عملت بيض الغايف هما جبناهم باش نعدلوهم في البوطاليين في البراكيه يسخنوا. نزيدو شويه ديال الماء باش ما ينطحنو، يجيني هو هذاك ما يجيش خفيف بزاف ما يجيش ثقيل بزاف. ها انتما دابا حنا دابا طحنا كاع عندي شي 50 درهم بغريب صافي دابا يمشي بحالو. صافي دابا غنخليه دابا واحد شويه يخمر وغنبقى نطيب ان شاء الله. دابا على القماتي والله شي سخون شويه يدي نبقى هذا النور نبقى هاتيو كيف كيف هذا ميالي فين المرمرة؟ هاتي عندي الصفحة هذه كوزينه اخرى. اه عدل السكر نعمل اتاي اتاي ديال الصحراء هاد كيما قلت لك يا ماما ديما نعطيتها لها في السخانه علاش كنا جايين. خلي دابا غندير الرغيف نقيهم يسخنوا في المقله راه سخنات والمقله هذه الصراحه كنقلي فيها الحوت بطاطا ماشي المقله ديال الفارم عاديه تبارك الله هذاك كيجي بحال الشهده. شوف انا قلت له السكر شويه يعني باش نجات محمر وفي نفس الوقت كان عندي النار مجهده دابا نقص النار باش ان شاء الله دابا غنبقى نطيب. شوف تبارك الله خرجوا هكا هيدا ولا تصبروا من الله ثم وانتي حلوه لينا درتو صيبه طلسه واحده حلوه على قبل نزل حلوه موجوده نقول من ناكل حلوه موجوده في ما مشيت. المهم دابا حنا سخرنا هنايا الرغيفات ها هما حنا سخرناهم الزيت نحطوا هاد الخبيز عليهم ها الطبسل ديال الباغريت معرفتش ماما شنو حطت ماما قاتلنا الطبسل ديال الحلوه وهذه نقول شنو طيها نزل عاد حتى عايده ساعه ما فيها صافي يلا خرج عيط عليها ما صبتهاش بسم الله هاك يلا زيد اش خرج كيكس رفضاتك يلا يلا واجي نمشي نجيب لكم دابا اجينا المهم بعد كما كتشوفوا دابا عملنا ميريندا من كتب الله دابا تبارك الله هي دابا العافيه دابا قبضت فيها هي بقات كنشف دابا ليله كامله حتى يسالوا شي عندهم بالعواد حتى الصباح دابا غدا في 8 عاب شويه عندك كتطلع للقاع. ها نتوما دابا قوت ما كدرقد الجمر هيدا الله الله يا خد الله الله نجينا يا الله نجيكم العافيه يعني كنجبدوا بها دابا البالا باش باش الفرن ما كتعمرش بالجمر بدينا نحترق. ها انت ها الفحم نعدلوهم في البرامل هذا كيرجع فاخر ماما يرجع فاخر ونطوله من الميكه من فوق ونغطيهم بالتراب في البرميل كيتقلى واش كيقول اي تقلى واش فيها الزبده ندفع مالك العود ايه براك ابني براك وانت لبست الجاكيطه وقلت فيك البرد انا احترقت طلقت النجمه براك عليك سخ الجلده عندها تي تنفخ عندها تدوب عليك بلات بلات يا لطيف عندها تدوب عليك نوقي نعبان زوجك عليك والله دبا لي المرا ايوا تاك وقتك تزوج انت موجودي صح صح ما جات اختي ما تبغيش انا صنعت ما تبغيش لا صعبت هل وهذا يا اصلا مهنية منك دابا زيد باغا دابا هذا اللي من بديها المجمار باه يديه البابغ هم داخل بارك عليك بارك وما كبيرة وما بحق لاش نصل وما عيطوا لي انا ذا يتلف عيط لي يلا سير
هاي شوف ماما كيفاش كتحرك، باش كتحرك الصال. عاب شويه ماما، دابا خص ضروري هذا المرحله هذه باش كنحركوا الصال دابا وكنقلبوا هيدا العواد باش ديك القاع ديال الفرن يعني كيصحاح كيرجع مزيان. ها ماما دابا عملنا العواد موسال. اه كنسوها يمشيو يجيو لنا البرميل، يمشي يجيب ديك البرميل كنسم. ها بشويه ماما عليك قبيلتي عمرها خديجه مخيره. اجي نقول لها هي كي خصنا ولا عاد هما وعاد الحال بحال. شوفوا قوه السخانه في الفرن، شوفوا البلاصه القبضه في العواش بحال اللي صنت فيهم. الحمي يا بنتي دابا الخبز عاد نويت داخله طيب دابا عاد نويت داخله طيب دابا نعطيها الفكره نعطيها باش زعخه ولا من مجبر امورا. اه عاد الله تصحى خديجه شويه يدا المجمرة يا شوي ماشي الشبار المجمرة يا فهم عمرة جمال رجعت ما يقدر لي يوقف حداه بقى عيم القلة هانتوما واو 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 نجيب العود انا نجيب العود كان خصك يا موسى شي وان بيس يكونوا ولكن بقى اختي هي عام عاد مع الطقوم عمره ولكن عرفتي ماما يكون حيد لهذا الجمار هو اللي كيزيد يحمل الصال واه واه خاصة التحرك ديال هيدا خداش يا احمد شوف موضع النواف ورا خايل غبار بيقا شي يا مراد نقى العود جيب جيب واحد يا مراد نوض شي جيب العواد يا ودي يا بني شوف الفرن القديمة ها ها الفرن القديمة طاحت له كان عندنا هنا الفرن غزال سير جيب العواد حرارك انت الفول وباقي خصنا نقول العواد هاهي سير قريعو مشي جيب العواد دابا نمشيو نجيبو العواد مشينا ما نهزم به زمورا إذا قلت به مشي جيب العواد هزي والعواد يا الراجل ذو الخبز لكن هادو مع العواد صغارين وصافي ولكن نفس حذيفة قطعهم صغارين 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 ربي القاهر هاي 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 الفرن كي يجي للصال هو التحريك هيدا باش يجي للصال خفيف ما تشوفهاش كيف النية شوف القاع باقي كحال ما انت ما حقاش ما تحركش هذا يا بيض ومن تما باقي كحال ها انتم دابا تبارك الله خواوها كامله شوفوا ديك الجمر اللي كان فيها كله ما بقاش عمار تبارك الله البرميل ديال الجمر شي 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 حافي السلام والله ما نقدر ندع النقال الحراره هذا الشيء وشيتوا هذا كسكس بالحليب حباجة زمان شاري شاي جا مورا العيال ومورا فاطمة إوا دابا يمشيو عاوتاني باش في الصباح أجي هيدا أجي هيدا جا الليل وراح الليل وأنا غادي بحالي وجا الليل دابا عقول زعما كيفاش زعما جيتي السلام عليكم وماشي ها؟ ليتي وماشي ما تخدي بو أهلا نصفو اركب اركب كيف صافي اركب ايوا قال لك يا سيدي لا سيدي اشرب سيدي الله يعاون سيدي هايدا الله يرحم من صار وخفف خليك انت هنا بعد زيد سيدي خليوك زيد النهار هنايا بات معاه وغدا في العشاء نجيو مورا زيد تا غدا غدا نركض نطلع للسوق سيدي موري اه لا زيد عاود واحد السيمانه اخرى ومالاش انا ما كاين لا حتى انا وات اولا فيها المشاهدين شي حاجه ما فيها حتى شي حاجه انا ثلاثه
ما فيها والو. ما عرفتش ميشا مروه. لا لا حرام واش فيها شي حاجه حنا كنا نسيو شي حاجه. ما عرفتش ميشا مروه. لك هطلب ميشا مروه. يا كبنتي سيري خليوها كي هنا حنا سيري وصافي يلاه الله يهنيكم انا ومريم ومروه تنتلاقاو ان شاء الله يلاه بسلام سلام عليكم على خاطر سلم عليهم شي عند عام تاخذ يلاه سلام خليها هنا شويش انا قلت لك خليني هنا غدا وزيد بعده قلت لا ماشي مشكل نخليوها كي سيري هنا غدا والله يرحم والدي وسيمانه وشهر شهر لا شهر لا ما صبرش عليها والحق والله يجي عندكم الخير الله يلا الله يبلاكم على خير وبصحتكم بالفرنه الجديده هذا لكم فرنه واعره يا واعره ولكن فيها التمر الصراحه باينه دابا عاد بقاو معاها وقيله الليله الليله كامله بالعافيه هالليله كامله هنا الغدا في العشره باش القاع ديالك يطلع اول تما وصافي مزيان الصال ديالها مزيان وصافي ان شاء الله وتشوف اسماعيل شي حساب العواد انا نعمل معاها الليله الغدا ان شاء الله انا مريم بناتي فين هي هذه ها هي كنكصور ان شاء الله يا ربي الا كان في الصباح يكون حليفه هنايا واخا يجيب مع العشيه شي دري واجي انت مع اسماعيل صافي العصر يمشي مع العصر مسافر هو راجل معاه الوقت وهذيك الساعه نجيو نديو العواد صافي ان شاء الله جينا كاس الحبال نتمنى واخا يلاه المهم نصحوا على خير وبلاتي دي بنتك وسمحنا فيها بنتي بنتي لاباس بخير بنتي الله كتشوف لا طلعتي وكالو ها هو هاك ساعتين يا الله قل لها ما تبانشي قل لها اصلا ما كتبانشي وجدان يلا السلام عليكم يلا بسلامة بلاكم على خير على زيارة بالسبعة على خير السلام عليكم شو تبارك الله قصد المغربي ماما رد بالك رد بالك هذا ما خصو يكون في الباب ولا هذا خصو يكون ولا اخراني هاك انا نضوي لك ما باش دير من نيبان ها طلع انا مقطع على هذا السلالم قوم حتى العواد الصراحه العواد هما هذوك ماشي ديك العواد هما غلاظين هي ما راحش يدها عندها تشوي